بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2022 الدفعة الأولى من لحوم صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف لتوزيعها على 3000 أسرة بواقع 1 كيلو لحمة لكل أسرة، وستكون هذه إن شاء الله شهرية. فكل الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكل الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع القومي العظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خيرا، وشكرا والسلام عليكم.